بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أمر بالصدق والأمانة ونهى عن الخيانة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من كل صادق في إيمانه، سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى. روى مسلم في صحيحه عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث عظيم، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا ألقى الكلام على أصحابه في أمر مهم أنه يردده 3 مرات لأهميته ولأجل أن يتنبهوا له ويحفظوه. وقد ردد في هذا الحديث، ردد هذه الكلمة العظيمة، فقال: الدين النصيحة. ومعناه أن الدين كله محصور في النصيحة، وأن من ليس ناصحا فإنه ليس عنده دين، ليس عنده دين. والنصيحة معناها الخلو من الغش والخيانة، لأن يكون الإنسان ناصحاً، يعني خالصاً ظاهره وباطنه، لا يخالف ظاهره باطنه، بل يكون خالصاً ظاهره وباطنه فيما يقول وفيما يفعل وفيما يعتقد. هذا معنى النصيحة، وما خالفها فهو نفاق وغش وخيانة، لأن من الناس من يتظاهر بالخير ولكنه يبطن الشر، فهذا ليس ناصحا لله ولا لكتابه ولا لرسوله ولا لأئمة المسلمين وعامتهم، بل يكون منافقاً خائناً غاشاً خالياً من الإيمان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والنصيحة لله أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى حق الإيمان، وأن تعبده مخلصاً له الدين، وأن تطيع أوامره وتجتنب ما نهاك عنه، وتتمسك بشريعته ظاهراً وباطناً، مخلصاً لله الدين، متجنباً للشرك والبدع والمحدثات والخرافات، على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو النصيحة لله: الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته وإفراده بالعبادة، وترك عبادة ما سواه، ترك الرياء والسمعة. وأما النصيحة لكتاب الله وهو القرآن، فمعناها الإيمان بأنه كلام الله منزل غير مخلوق، وتعلمه وتعليمه والعمل به والإكثار من تلاوته
واتباع ما يأمر به واجتناب ما ينهى عنه. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان برسالته وتصديقه صلى الله عليه وسلم واتباعه وطاعته وتجنب ما نهى عنه ومحبته صلى الله عليه وسلم أشد من محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. هذا هو النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعظيم أحاديثه وسنته والعمل بها وترك ما خالفها. والنصيحة لأئمة المسلمين ولاة أمور المسلمين طاعتهم في غير معصية، السمع والطاعة لهم في المنشط والمكره في غير معصية الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. قال عليه الصلاة والسلام: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. النصيحة لولي أمر المسلمين اعتقاد إمامته وصحة ولايته وطاعته والقيام بالعمل الذي يكله إلى أحد أفراد الرعية، القيام بالعمل الوظيفي على الوجه المطلوب. وكذلك من النصيحة لولي الأمر الدعاء له بالصلاح والاستقامة، لأن صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين. وكذلك من النصيحة لولي الأمر أن يناصح فيما يخطئ فيه، لأنه بشر يخطئ ويصيب، فيناصح فيما يقع منه من الخطأ بالوسيلة الصحيحة التي تؤدي الغرض. النصيحة له سراً، إيصال النصيحة إليه سراً، إما بالمشافهة وإما بالمكاتبة وإما بالواسطة. إيصال النصيحة إليه بالطريقة المناسبة وبالأسلوب المناسب الذي يؤثر عليه وينفع الله به. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ومناصحة ولي الأمر ليست خاصة بمناصحته في الخطأ الذي قد يقع منه، بل المناصحة في جميع الأمور، في السمع والطاعة وتحبيبه إلى الناس وتحبيب الناس إليه وجمع الكلمة وتصفية القلوب حتى يكون المجتمع متماسكاً، يكون المجتمع متعاوناً على البر والتقوى، لا يكون فيه اختلاف وتفرق وتشتت آراء وأهواء. أما الذين يشغلون أنفسهم بعيب ولاة الأمور وذكر معائبهم في المجالس أو في الأشرطة أو في غير ذلك، هذه خيانة مخالفة للنصيحة، هذه تشهير، هذه غيبة محرمة، هذه تفريق بين الراعي والرعية، وفيها مفاسد
عظيمة. فهذه الأمور مع ولي الأمر يجب مراعاتها، لأن اجتماع المسلمين تحت قيادة منهم، ولو كانت هذه القيادة ليست كقيادة الخلفاء الراشدين فيها نقص وفيها، لكن ما داموا مسلمين، ما داموا على الإيمان، فإننا نتحمل ما يقع من الخطأ الذي يمكن تحمله والذي لا يمكن يعالج بالنصيحة السرية التي يحصل بها المقصود ويندفع بها المكروه. والنصيحة لعامة المسلمين كذلك في جمع كلمتهم وتوحيد صفهم وإزالة الفتن التي تحدث بينهم، الإصلاح بين الإصلاح بين الناس، إصلاح ذات البين. ومن أعظم النصيحة لهم دعوتهم إلى الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم الخير ونهيهم عن الشر، تجنب الغيبة والنميمة والشتم وقول الزور الذي يجرح القلوب ويفسد المودة بين المسلمين. وإذا حصل اختلاف بين أحد من المسلمين يسعى في إصلاحه، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ذكر هذه الآية بعد قوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لأن هذا من مقومات المجتمع، جمع الكلمة ودحر العدو ومسرة الصديق وإغاظة الكافر. أما إذا وقع اختلاف بين المسلمين فإن هذا يفرق الكلمة ويسيء الظن بعضهم ببعض، يبغض الراعي إلى الرعية ويبغض الرعية إلى الراعي ويبغض الناس بعضهم مع بعض، فتحصل بذلك المفاسد. والمسلم يسعى بالإصلاح ولا يشيع، لا يشيع الكلام المفسد والشائعات الخبيثة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فعلى المسلم أن يتثبت في الأمور، وإذا ثبت لديه شيء غير سائغ فإنه يسعى في إصلاحه بالطرق الشرعية الكفيلة بحصول النتيجة، ولا يجعل هذا مجالاً للحديث في المجالس. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا حديث عظيم ومنهج قويم يجب على المسلمين أن يسيروا عليه، لأنه شمل كل الدين. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، ثم ذكرها وفصلها. النصيحة فيما بين العبد وبين ربه، النصيحة مع كتاب الله عز وجل، النصيحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، النصيحة مع ولي الأمر، النصيحة مع عامة المسلمين. هذا هو الدين. أما الذي يخل بشيء من هذه النصيحة أو من أنواعها فإنه لا يكون صاحب دين، يكون مختلاً في دينه خللاً عظيماً. فعلى المسلم أن يكون ناصحاً في ظاهره وناصحاً في باطنه وناصحاً في أقواله وناصحاً في أعماله ومعاملاته. ومن النصيحة لعامة المسلمين الصدق في المعاملة، في البيع والشراء
والمقاولات والإيجارات والشركات وغير ذلك، يكون المسلم ناصحاً مع أخيه المسلم، لا يغش ولا يخون ولا يخدع ولا يخون الأمانة التي ائتمن عليها بينه وبين إخوانه المسلمين. لأن من تعامل معك فقد استنصحك، فإذا خنته فإنك تكون خائنا لعامة المسلمين، تكون خائنا لعامة المسلمين بتعاملك مع الناس بالمكر والخديعة والأيمان الكاذبة والخصومات الفاجرة والاستيلاء على أموال الناس بالحيل والاستيلاء على أموال الناس بكل وسيلة تحصل عليها بدون نظر إلى كونها شرعية أو غير شرعية، هذه هي الخيانة. ومن ابتلي بذلك فإن في دينه نظر والعياذ بالله. فالمسلم يكون ناصحاً في جميع أموره حتى يسلم له دينه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الدين في النصيحة، فهذا حديث شامل لجميع أمور الدين يجب النصيحة فيها. يكون المسلم ناصحاً يعني خالصاً من الغش في جميع تعاملاته مع ربه، مع القرآن، مع السنة، مع ولي أمر المسلمين، مع عامة المسلمين، يكون ناصحاً حتى مع الكفار. إذا تعامل المسلم مع الكفار فلا يخونهم بل يفي لهم، أما إذا خان الكفار فإنهم يحسبون هذا على الإسلام ويقولون هذا هو دين الإسلام، دين الغدر والخيانة. فالمسلم أمر بالوفاء بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. فالوفاء مطلوب وهو من النصيحة حتى مع العدو، إذا تعاهدنا معه أو أمناه في بلادنا أو استقدمناه لعمل يقوم به من مصالحنا، فإننا يجب أن نحافظ عليه وأن نحفظ عليه دمه وماله وعرضه حتى يرجع إلى وطنه، حتى نظهر الإسلام بمظهر الوفاء ومظهر الكمال. هذا هو الواجب على كل مسلم، والمسلمون يد واحدة، المسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا، المسلمون كالجسد الواحد، فيجب أن نتعاون على إصلاح أمورنا وإصلاح ديننا وإصلاح معاملاتنا وتعاملنا مع الناس مسلمين أو كفار. تعامل بالمعاملة الصحيحة المبنية على الوفاء، المبنية على النقاء، المبنية على الظاهر والباطن، لا غش، لا خديعة، لا مكر. هذا هو المسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن من النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم دفع ما يخل بأمنهم واستقرارهم، لأن الأمن هو أعظم النعم بعد التوحيد وبعد عبادة الله وحده لا شريك له، الأمن في الأوطان. أما مع الخوف والعياذ بالله فإن الإنسان لا يتمكن حتى من عبادة ربه عز وجل على الوجه المطلوب، لا يتمكن من طلب الرزق، لا يأمن على نفسه، لا يأمن على أهله، لا يأمن على ماله. فالأمن ضرورة من ضروريات المجتمع، أي مجتمع كان، ولا سيما المجتمع المسلم. فواجب على المسلمين أن يتعاونوا في توفير الأمن ودفع ما يخل بالأمن ممن يريد أن يخل بالأمن أو يشتت شمل المسلمين أو يستحل دماءهم وأموالهم ويروعهم وينسف منازلهم ومبانيهم بالمتفجرات ويقطع السبل ويروع المسلمين في بيوتهم. إن هؤلاء الخونة يجب على المسلمين أن يتعاونوا للضرب على أيديهم وأخذهم وعقوبتهم حتى يسلم المسلمون من شرهم. كل المسلمون رجال أمن، ليس هذا خاصاً برجال الأمن، بل كل مسلم فهو من رجال الأمن، يتعاون معهم في كف هذا الشر وكف هذا العدوان عن المسلمين. أما الذي يرضى عنهم أو يبرر أفعالهم فإنه منهم، يلحق بهم في الإثم، يلحق بهم في الخيانة، يلحق بهم في الجريمة، لأنه رضي بفعلهم وسوّغ فعلهم ودافع عنهم. وكذلك الذي يتستر عليهم، يجب على المسلم أن يبين أمرهم ويتعاون مع ولي الأمر ومع المسلمين على كشف هؤلاء حتى يقضى على شرهم ويؤمن من مكرهم. فإن المسلمين يد واحدة على من سواهم، يتعاونون في دفع هذا الشر وهذا العدوان، ولا يرضوا به أبداً، ولا يدافع عنه أو يثنوا على من فعله أو يقولوا إن هذا من الجهاد. الجهاد يكون بقتل المسلمين وترويع المسلمين وإفساد بلاد المسلمين، هذا هو الجهاد. هذا من تنكيس الأمور ومن قلب الحقائق. أو يقولون إن هذا الذي يقتل نفسه وينتحر إنه شهيد، هذا من الكذب على الله عز وجل. الذي يقتل نفسه قد أغضب الله عز وجل وأوجب الله له النار. جاء في الحديث أن من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم، ومن قتل نفسه بسم فإن سمه في يده يتحساه في نار جهنم، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في جهنم. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا، والله سبحانه وتعالى حرم قتل النفوس سواء نفس الإنسان أو نفس غيره، من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولا تقتلوا أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فالذي يقتل نفسه وينتحر هذا في النار كما جاء في الأحاديث، كيف نقول إنه شهيد والأحاديث والآية تدل على أنه في النار؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
إنما الذي يجاهد في سبيل الله ويقاتل الكفار في المعركة إذا قتل قتله الكفار فإنه يكون شهيداً، ما هو الذي يقتل نفسه، إنما يقتله الكفار أو يقتل في سبيل الله عز وجل يقتل، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب يقتل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، ما قال يقتلون أنفسهم بل يقتلون. فإذا قتل في سبيل الله تحت راية ولي أمر المسلمين مع الجهاد هذا في سبيل الله، أما الذي يقتل نفسه وينتحر هذا ليس في سبيل الله، هذا في سبيل الشيطان والعياذ بالله. فعلينا أن ننزل الأمور منازلها وأن لا نقول على الله وعلى رسوله بغير علم. ثم اعلموا عباد الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، عليكم بجماعة المسلمين وإمام المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمرتدين والمنافقين. اللهم شتت شملهم وخالف بين كلمتهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأدر عليهم دائرة السوء، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اكفنا شرورهم. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واكفنا شره. اللهم كف عنا بأس الذين كفروا، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم أصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين. اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح بطانتهم، اللهم أصلح بطانتهم، اللهم أصلح بطانتهم، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. اذكروا الله يذكركم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.